السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن حاجة مهمة جدا، وهي السبيس بروجرام بتاع السيرفر روم أو الداتا سنتر روم. تعالوا نشوف هنتكلم عن إيه في الفيديو ده. أول حاجة، إزاي نحسب الأريا بتاعت الداتا سنتر روم؟ في معادلة نظرية كده ممكن من خلالها نقدر نحسب الأريا بتاعت السيرفر روم أو الداتا سنتر روم. المعادلة دي بتقول ايه؟ number of work areas هنضربها في 75 من 1000، زائد number of utility service devices هنضربها في 23 من 1000. وزي ما قلنا المعادلة ديت نظرية شوية، لكن اقدر من خلالها احسب المساحة ال estimated لل data center room. طيب ناخد مثال كده بسيط شوية. لو احنا عندنا عدد ال work area كانوا 1000، لو جيت طبقت المعادلة دي يبقى المساحة هتساوي 1000 اللي هي number of work area هضربها في 75 من 1000 زائد كذا كذا كذا، والسيرفيس ديفايسز دي دول اللي هما 30% اللي كنا حسبناهم واحنا بنحسب عدد النقط اللي احنا عاوزينها في المشروع. فلو ضربت 1000 في 75 من 1000 هيديني 75 متر مربع، غير طبعا بقية المعادلة. فطبعا دي مساحة كبيرة شوية، وعشان المعادلة دي نظرية هنلاقيها ما ينفعش تتطبق في كل أنواع المشاريع. يعني لو عندك مثلا مشروع بنك، البنك ده المفروض إن السيرفر روم بتاعته بتعمل كونكشن مع السيرفر روم بتاعت كل فروع البنك، سواء داخل الدولة وساعات ممكن يكون على مستوى القارة أو على مستوى العالم كله كمان. فأكيد المعادلة ديت مش هينفع إن نحسب منها المساحة بتاعة السيرفر روم للبنك ده. مثال تاني، لو عندنا داتا سنتر بتاعة وزارة الصحة مثلا، أكيد أنا هعمل داتا سنتر عشان أخزن الداتا بتاعة المستشفيات كلها على مستوى الدولة، فأكيد برضو بتعمل كونكت مع كل المستشفيات، فليها حسابات وشغل تاني خالص. لكن في حالة مشروع منفصل، يعني مشروع لوحده، أقدر إن أنا أستخدم المعادلة ديت وأطلع لي المساحة وهتكون مظبوطة كمان إن شاء الله. النقطة اللي بعد كده، contain HVAC to control both temperature and humidity. بيكون في نظام HVAC خاص بالداتا سنتر روم غير ال HVAC اللي موجود في بقية الغرف، عشان يتحكم في درجة الحرارة وفي الرطوبة. ونوع التكييف المستخدم في الداتا سنتر روم اسمه الكراك يونت، اللي هي اختصار ليه كمبيوتر روم Air Conditioning. لو خدنا أول حرف من كل كلمة هنلاقيها كراك يونت، والكراك يونت دي بتعمل مونيتور ومنتين للتمبريتشر داخل الداتا سنتر روم، وبتعمل توزيع للهواء بشكل جيد، وكمان بتتحكم في الرطوبة داخل الغرفة عشان حسب الـ TIA ستاندرد، ودوت الستاندرد الخاص بالداتا سنتر روم. قالك لازم تخلي درجة الحرارة ما بين 20 ل 25 درجة، ولا أقل من كده ولا أكتر من كده. هو طبعا لو أقل من كده هيبقى كويس، بس صعب إنك تحققه. فلازم تحقق درجة الحرارة داخل الرينج دوت من 20 ل 25 درجة. طيب بالنسبة للرطوبة، قالك الرطوبة ما بين 40 ل 50%، والحسابات ديت طبعا بناء على دراسات كتير، بحيث إن السيرفرات والسويتشات وكل حاجة موجودة في الغرفة هتأدي الفانكشن بتاعتها كويس جدا لو انا طبقت الشرطين دول. طيب شكل الكراك يونت دي عبارة عن ايه؟ ده شكل الكراك يونت، وطبعا بيكون ليها ريتنج مختلف على حسب الغرفة عندي قد ايه، ودوت حجم تاني منها حجم اكبر شوية، ودوت حجم اكبر واكبر، فعلى حسب انا محتاج كراك يونت قد ايه بعمل لها الحسابات بتاعتها، او مهندس الميكانيكا بيعمل حسابات التكييف الخاصة بيه، وانا مطلوب مني ان انا اوفر لها كهرباء. النقطه الثالثه، contain raised floor for HVAC air circulation. ايه شكل الريزد فلور؟ ده شكل الريزد فلور، انا ما بحطش الكومبوننت اللي في السيرفر روم على السقف الخرسانه على طول، انا بعمل سقف مرتفع شويه عن الارض واحط عليه الكومبوننت بتاعتي، سواء الكراك يونت او الراكات، وبمشي كل الكابلات من تحت الريزد فلور دوت. وكمان انا بعمل الريزد فلور عشان ما يحصلش اختلاط ما بين الهواء البارد والهواء الساخن،
وهنشوف ازاي في السلايد الجاي ان شاء الله. طيب بعد ما عملت الريز فلور، نظام الهواء السخن والبارد بقى يمشي ازاي؟ بتوع الاتش باك قالك الافضل ان انا اخلي الهواء البارد يجي من تحت من الكراك يونت، يجي من تحت الريز فلور ويطلع في فتحات على الركات، والهواء الساخن يطلع من الركات من فوق والكراك يونت تسحبه وتسقعه وتطلعه من تحت تاني وهكذا. يبقى الهواء البارد بيجي من تحت ويطلع عن طريق فتحات موجودة في الريز فلور دوت، يطلع يبرد الركات، لكن الهواء الساخن بيتسحب من فوق ويرجع تاني الكراك يونت عشان تعمل الدورة بتاعتها وتطلع الهواء البارد من تحت. طبعا الكراك يونت بتحتاج ليكويد سبلاي، لازم تخش لها مواسير مياه عشان هي بتبرد بالمياه. يبقى دوت الفلور سلاب، السقف الخرسانة العادي أنا بعمل سقف تاني فوقيه بشوية عشان أمشي من تحت هنا الهواء البارد، وأمشي الكابلات بتاعة الركات كلها من تحت سواء كابلات الفايبر أو كابلات الكات 6، وكمان أمشي كابلات الباور الخاصة بالكراك يونت برضو من تحت الريز فلور، بحيث إن فوق ما يبقاش باين حاجة غير الركات والكراك يونت بس. نشوف شكل تاني، ادي الكراك يونت محطوطة اهي، الهواء البارد بيجي من تحت الريز فلور ويطلع عن طريق فتحات، دي فتحة موجودة في الريز فلور يطلع يبرد الراك، هنا في فتحة بيطلع منها الهواء البارد وهنا في فتحة بيطلع منها الهواء البارد وهكذا، والهواء السخن بيطلع من فوق بيتشفط ويرجع للكراك يونت تعمل الدورة بتاعتها تبرد الهواء وينزل الهواء البارد من تحت وهكذا. نشوف كمان صورة، ده السقف الخرسانة العادي، أنا بعمل ريزد فلور تقريبا ارتفاعه 50 سنتي من الأرض أو من السقف الخرسانة، بحط عليه كل الكومبوننت الكراك يونت والراكات، الهواء البارد بيجي من تحت من الكراك يونت يطلع في الفتحات اللي موجودة في الريزد فلور يخش يبرد الراكات، والهواء السخن بيطلع من فوق ويرجع على الكراك يونت. يبقى دي الفكرة بتاعت الريزد فلور مع الكراك يونت. النقطة اللي بعد كده بيقول لك إن لازم الداتا سنتر روم أو السيرفر روم تكون بعيدة فروم إني ويت أوتيليتي. ليه بقى؟ عشان ما ينفعش أكون جايب أجهزة غالية جدا زي السيرفرات والسويتشات وأعمل لها نظام اتش باك خاص بالغرفة دي بس عشان يظبط درجة الحرارة ويظبط الرطوبة، وهنشوف بعد شوية إن أنا بعمل لها نظام فاير فايتنج برضه خاص بالغرفة ديت. مينفعش فوق ده كله اجي احط الغرفه ديت او اختار مكانها يكون جنب حمام مثلا، الحمام فيه ميه، او يكون جنب مطبخ. مينفعش غرفه الداتا سنتر تكون جنب اي غرفه فيها ميه، مينفعش نهائي. مينفعش احطها جنب بامب روم، البامب روم دي كلها ميه طبعا، كلها مواسير ميه. مينفعش ان انا امشي جوه الغرفه ماسوره ميه، ده مستحيل. عشان كده لازم نختار مكان السيرفر روم بعناية جديدة عشان ما يأثرش عليها بعد كده وما يحصلش فيلير في أي جهاز من الأجهزة الغالية جدا اللي جواها. النقطة اللي بعد كده supply by UPS source، طبعا طبعا لازم الداتا سنتر روم تكون متغذية من UPS، وكمان في بعض المشاريع بيكون مغذي من UPS وجايب UPS احتياطي كمان عشان لو دوت حصل فيه فيلير التاني يشيل الحمل على طول. مينفعش الكهرباء تقطع عن الغرفة دي بأي حال من الأحوال. نشوف حتة كده من الـ TIA Standard دوت الجزء الخاص بالـ UPS بتاع الـ Data Center Room، هنلاقي هنا مكتوب فوق Tier 1 Tier 2 Tier 3 و Tier 4. على حسب أهمية المشروع اللي أنا شغال عليه بحدد أنا هشتغل على أنهي تير منهم، وكلمة تير دي معناها الـ Reliability بتاعت الـ Data Center. يعني مثلا لو بعمل مشروع داتا سنتر زي ما قلنا بتاع بنك او وزارة الصحة مثلا، ما ينفعش اقل عن تير 3، لكن لو بعمل سيرفر روم في مبنى عادي في شركة او اي مبنى اداري ممكن اشتغل على تير 2 مفيش مشكلة. بس خلي بالك ان كل ما بتعلى في التير، يعني كل ما بتشتغل على تير اعلى كل ما الفلوس بتزيد جامد جدا، وهنبقى نشوف الكلام دوت لو نفتح الـ TIA Standard ونألف فيه شوية. لكن احنا هنا هنركز شوية على الجزء بتاع الـ UPS، هنلاقي هنا مكتوب ايه N N plus 1 N plus 1 2 N، زي ما قلنا
على حسب أهمية المشروع أنا ممكن أجيب يو بي إس زيادة تكون احتياطي، عشان لو حصل فيلير لليو بي إس اللي شايلة الحمل تخش مكانها وتشيل الحمل على طول، عشان ما ينفعش الكهرباء تفصل عنها ولا نص ثانية حتى. وفي مشاريع الوزارات اللي في العاصمة الإدارية جايبين شغالين على تير 4، جايبين 2N، يعني لو الغرفة محتاجة وليكن يو بي إس 400 كيلو فولت أمبير، هما جايبين 2 يو بي إس 400 كيلو فولت أمبير، واحدة شايلة الحمل والتانية احتياطي ليها. لو مثلا الغرفة محتاجة يو بي إس 160 كيلو فولت أمبير، برضو جايبين 2 يو بي إس 160 كيلو، مش واحدة بس، واحدة شايلة الحمل والتانية احتياطي ليها، هستخدمها لو حصل فيلير هستخدمها لو حصل فيلير أو هستخدمها في حالة الصيانة. نشوف النقطة اللي بعد كده، الجزء بتاع الفاير فايتنج. لازم أحمي الغرفة ديت بجهاز فاير فايتنج سيستم اللي هو بيكون ال FM200. ما ينفعش أعمل فاير فايتنج في الغرفة ديت بالمية، ما بقاش جايب أجهزة غالية جدا وسيرفرات وسويتشات وأكتف كومبوننت كتير غالية، وفي الآخر لما يحصل حريق أطفيها بالمية، ما كده خلاص باظت ودفعت فلوس واترمت في الأرض خلاص. عشان كده بيعملوا نظام خاص في الغرفة دي إن أنا بطفي الحريق بالغاز، بيبقى عندي غاز وفي مواسير ماشية جوه الغرفة، أول ما يحصل أي حريق بتنزل غاز بدل المية فبيطفي الحريق دوت. نشوف شكل أوضح شوية، نفترض إن أنا حصل حريق في الراك دوت، هنلاقي المواسير اللي فوق دي المواسير اللي ماشي فيها ال FM200، هنلاقيها منزلة الجاز كده على طول فيطفي الحريق. والطريقة دي بتخليني أحافظ على الكومبوننت اللي عندي وما يحصلهاش أي فيلير بسبب المية. النقطة اللي بعد كده بيقول لك إن الـ IT racks بتاعة السيرفر روم بتكون أكبر شوية من الراكات اللي موجودة في غرف الـ IT العادية اللي موجودة في الأدوار. احنا كنا قلنا إن الراك اللي موجود في غرفة الـ IT ممكن يبقى 60 في 60 أو 80 في 80، هنلاقي بقى إن في السيرفر روم ممكن يبقى الراك كبير شوية، ممكن 60 في 120، 80 في 120. وطبعا السيرفر روم بيكون فيها كل السيرفرات والكور سويتشز. الكور سويتش اللي هو السويتش الرئيسي بتاع المشروع ده، شكل الكور سويتش ودي شكل الراكات بتاعة السيرفر روم. آخر نقطة بقى ممكن نتكلم عنها، الحمل الإنشائي بتاع الداتا سنتر روم. أكيد بلاطة الخرسانة بتاعة الداتا سنتر روم هتكون مختلفة شوية عن أي غرفة تانية على حسب الكومبوننت والحمل اللي جواها، فتقريبا بيكون الحمل بتاعها 1.2 طن لكل متر مربع. عشان كده لازم يحصل تنسيق مع المهندس الإنشائي عشان يوفر بلاطة الخرسانة المناسبة اللي تشيل الوزن بتاع الحاجات اللي جوه الغرفة. والرقم ده طبعا مش ثابت، يعني مش كل المشاريع هتلاقيه 1.2 طن لكل متر مربع، هو بيختلف طبعا من مشروع للتاني، وبيتم تقديره على حسب الخبرة العملية بتاعت المهندس اللي شغال، بس غالبا بيكون ما بين 800 كيلو ل1.2 طن لكل متر مربع طبعا. وبكده يكون اتكلمنا عن نقط مهمة جدا في الداتا سنتر روم أو الخاصة بالداتا سنتر روم. ممكن يكون الفيديو طول شوية، بس كان لازم نتكلم في كل النقط ديت مع بعض في نفس الفيديو. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنبدأ نتكلم على التليفون سيستم، ونشوف أنواع التليفون سيستم وإيه الكومبوننت بتاعت التليفون سيستم. شكرا.